إذا جابني 20,000 كاش والله. السلام عليكم. هلا والله بالشباب، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم يا جماعه الخير رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم مقطع معروف في سلسله، ولكن سلسله اليوم او تحدي اليوم ممكن يخليني افقد شيء مره غالي علي، اللي هو درع ال100,000. ولكن لا تعتقدون بس ان درع ال100,000 هذا جاء كذا بسهوله. تذكرون سالفه القناه اللي قبل 300,000 تقلت، بعدين رجعنا فتحنا قناه من الصفر ورجعنا، يعني الدرع هذا جبناه بعناء قوي قوي مره. العناء ذا قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع، لا تنسى تضغط على لايك، باقي شوي شوي على 200,000 متابع. لا تبخل علينا بدعمك حبيبي وعزيز المتابع، برضو رابط قناة أبو عبد الله راح تحصلونه تحت الديسكريبشن، وندخل في تحدي اليوم. إذا جابني 20,000 كاش والله. قال يا خذيرة متعاطين بخطين حبوب، ما حد يشتغل في الوقت. طيب الحين يا جماعة الخير طالعين الرياض، انا ابو عبد الله وسعود. سعود يا شيخ هلا والله. هلا والله. لازم نوريهم السعوديه، لازم نفررهم باذن الواحد الاحد. فمتجهين الان للرياض. مرحبا يا شيخ، تقهوينا خلصنا صح؟ وبتمشي الامارات اليوم؟ قبل ما تمشي الامارات يمكن ترجع ومعاك معاك فلوس، معاك شيء، راح اتحداك تحدي واحد. طيب التحدي الله يسلمك. دليت الخارج يمكن كم لك 3 أيام حبيبي، أدلها دار بيت بيت زنقة. يا سلام، بعطيك 20 دقيقة أبو عبد الله تطلع فيها أي مكان موجود في الخارج، تتوزع في أي مكان والشيء اللي تبيه يجيك. إذا أنت في 20 دقيقة أنا ما جبتك أعطيك اللي تبيه. إيه؟ أنت إيه؟ أنا كم صار ليني في الخارج؟ 4 أيام وتشاهد، وأنا بطلع بروحي ما بقى. أنا اليوم أبغى أطلخ عليه هذا. أيوة. وبقول لك إياه، إذا جابني 20,000 كاش والله. وين جبتك؟ وين جبتك؟ أباك تقبل التحدي، الدرع يركب عندي الإمارات. لا دقيقة. الدرع يترك عليها أبو عبد الله، ايش السالفة؟ بس كذا. طيب دقيقة. أوكي. إيه بس درع يا ولد، درع يوتيوب أبو عبد الله لو. يركب عندي وأنا في حال ذا. لا أسمع، عندي اتفاق. بيكبنا، شوف الاتفاق بيكون فيه نكبة. لا طيب. 100,000 مربع. لا لا اسمع، 100,000 غالي علي يا ولد، حق القناه الثانيه تعبت. اسمع ابو عبد الله، التحدي وشو؟ اذا فزت علي اذا ما عندي مشكله بعطيك الدرع، ولكن باذن الله اذا وصلت 100,000 ترد لي الدرع. ترد لي الدرع، بس ايه اذا فزت عليك خويي جاي من الامارات اهلا وسهلا. انا وقع لك شيك من الحين، وانا اشوف انك تجهز اللي راح اخذه. والله العظيم عندي دخل شيكات احنا، والتصوير عندك يكفي. لا اخاف اجي ادخل حساب ما في شيء. اذا خلصت تشاهد والخرج خرجك لو طالها. يلا راح يمكن تبي والله راح 20 دقيقه بس. 20 دقيقه. وشل سعود معاك وين جبتني؟ 20,000. اوكي شرك اعطيك شيك، شل الموتر حقك علشان مره حارب. صادق والله صادق ابو عبد الله. تجيبني انا ها؟ اجيبك انت. يلا واذا في مجال في عندكم في الخرج محقق كلنا نستعين فيه. ايه لا تسال، ترى الخرج انا لي 20 سنه حبيبي. وش 20؟ 27 سنه عايشه هنا. خرج خرجك لو طال هرجك. طيب يلا روح. طيب يا جماعه الخير الحين ابو عبد الله طالع وانا معاي سعود. ما ادري اني حاط قطعه تتبع على سيارته، حاط قطعة من أمس يوم رحنا الغرابي ورحنا ذي، حطيتها في الجيب وصورت لكم إياها من أمس. فالحين راح أخليه يروح، راح أخليه ياخذ راحته. بسم الله، راح الله يقول يدل كل مكان. إي قلت له خله عندنا هنا يتحرك. يتحرك هنا عندنا، فراح نجيبه بإذن الله يا جماعة الخير. أعطيته 20 دقيقة، نحسب 20 دقيقة. السلام عليكم. مرحبا يا متابعين أسامة. المهم سامة مسوي وياي تحدي على كان على مبلغ، قلت له بعطيك السيارة لك إذا طلعت موقعي. وصار لي الحين 4 أيام في الخرج، فقال لي زبن أي مكان في الخرج أنا بطلعك. فالحين يا رحيم بقول لكم شو الترتيب إن شاء الله. بس دقيقة والله طول ده. ها؟ ها؟
طول خوي. طول خلي. خلي ياخذ واحدة. ياخذ واحدة. تبغانا نجيب له قهوة. اي والله. ناخذ قهوة نجيب له قهوة ونجلس. انا تدري ايش ابغى اشوف؟ ابغى اشوف وجهه. اول ما اقابله كذا ابغى اشوف وجهه بس. والله العظيم. والله نبي ينزخ. اي والله. تنزخ يا ابو عبد الله وانت كيفك. اخ راح راح. راح الله يسلمك. الله يسلمك. سامحوني قاعد تنفس صوتي عالي ادري. مزجم. تعبان شوي الحمد لله لك يا رب بس ما خبرت حتى اخوي اللي معاي عشان لا يخاف السفر يا جماعه الخير القطعه ثابته بحي الورود موجود بحي الورود في الخرج اعطاني اياه قال حول الزون هذا ابحث عنه راح نطلع الان باذن الله ونصور كل شيء راح يصير شوفوا كيف يا اخي قطعه جباره والله كيف القطعه قسم بالله اقوى من امها اي والله ربي انه شيء قوي اي والله 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 اني ارجع الامارات امطلي مش واحد اخذ لي خمس لاني انا من الناس اللي اضيع كل شيء في حياتي ترى تحصلها في شباك مستخدمه لا تنسى شباك اي موقع والله شباك. تم والله تم والله راح نطلع المكان هذا يا جماعه الخير نتوجه لنا مرحبا الامير هلا والله خليها يا الموتر السلام عليكم السلام ورحمه الله بشر تخبيت ولا باقي خلاص خلاص تخبيت طال عمرك و عندك الموضوع صراحه انت يعني احسب لين 15 وابدا بس احسبك 15 خلاص 14 يلا بعد دقيقه طلع يلا يلا هذا مثل مشروب تحت السياره حيا وسهلا كيف الحال الو امك ابشرك بخير ها وصلت من الخرج ولا عادك ايه الله وصلت وين في بالضبط الحين والله توني داخل الخرج توك داخل الخرج وزين انا الحين حول هذا المطعم شو يسموه مش مطعم كافتيريا لا الجمعيه هذه الكبيره عرفت اللي وين فندقنا هاي معروف اوكي حنطالع عنا الاشاره وبديور لها ايوه انزين ابى اتلاقى معاك يا اخي تحيد انا اليوم ترى ان شاء الله راد الامارات باذن الله اليوم رايح الامارات اي والله اليوم رايح يا رجال كل الله يا اني ابدا خشمك ليايات اكثر لا انت لا تدق لي على الشباب ولا حد لاني انا طالع بروحي سعود وسامه طالعين فخلهم على راحتهم شويه لان سعود يبي يتغرب وهذا وانا كنت معاهم كذي قلت لهم انا بطلع كذي بروحي عشان ياخذون راحتهم خلاص ما عندي مشكله لا تدق علي انزين اسمع انا بوقف سيارتي في مكان يا اخي بصراحه خاطري في شيء تذكر يوم جيت اول يوم الخرج حلو ايه وديتني محل شاهي ملعون والدي تذكرها صح اللي قلت لي هالشاي الكل يمدحه اللي قلت لك ديزاينه حلو وهذا بعد الخير هذا احنا قربنا شوف اللوكيشن قدام لولا ما حدد الموقع بشكل كويس الحين رايحين للموقع اللي خلاص توقفت عنده واخر تحديث لها كان قبل 10 دقائق ما عاد تحركت القطعه وراح نشوفه الان باذن الله هذا الواحد اللي حاسس خلاص يعني اي خلاص اجيبه يعني اجيبه لوكات الله يا ابو عبد الله جايينك يا ابو عبد الله جايينك يا ابو عبد الله وين اسامه شوف شوف شو هذا والله مكتب ايه مو فيه والله مو بالسياره دق عليه يمكن راح يصلي شيء اتوقع انك رايح تصلي يا ابو عبد الله صح شو شكلك رايح تصلي صح شو تقول يا سامر اقول شكلك رايح تصلي ليش توصلت عند السياره يا ولد انتظرك خلص صلاتك بسرعه وتعال حبيبي عبد الله وشو؟ أبطل غطى البترول؟ بتحصل مفتاح السيارة؟ أيوه زين؟ وش
يعني مبروك علي قصدك؟ وشو؟ دقيقة دقيقة لا هذه سوق الهبل بالله امسك الكاميرا شوي. لا 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 هذا تحدث يا جماعة. انت قاعد الرجال قاعد انت قاعد. احد سؤال ايه؟ التحدي ايش يدورني صح؟ ايوه انت تدور طيب؟ ايوه اوكي انت مو راح تدور سيارة ترى في فرق بيني انا ادورك انت والله حيوان ايوه غيرت الكلام والله حيوان كبير انت قلت الموتر والله حيوان كبير ابو عبد الله هذا المحل راعي الشاهي طبعا بيصير عن مكانه موجود على طريق الورود عرفت طريق الورود حق الخرج هذا البرج موجود على طريق الورود هذا هو راعي الشاهي يتقهوى ومتعرف على راعي الكافي شغال تمام شكله يا خاير لك يوم السلام عليكم هلا بالشيخ كيف الحال علومك بشرنا عنك طيب هلا والله كيف الحال حياك الله متعاون متعاون معها استانست خلاص در على اليوتيوب وصلت 100,000 لو وصلت 100,000 ترده ترى هذا رمز من الرموز تكفى خلاص انا حطيت رمزك هذا المتابعين تبون يا رب اوكي ما تبون بس اكتبوا عبد الله كلاسيك نفس الرجال هذاك وصل مليون فلوس وشوف شله وخلاه عنده في سياره ايه على غرض يا سالم شكله الحين بينشل لا لا هو ريال يوم جاب لي اياه جابه بثقه اسامه يوم جاي قال لي ابو عبد الله قلت له ها بعد ما صار موضوع الشرط قلت لي بالدرع قال لي هذا هو الدرع موجود عندي راح البيت جابه يدورني دورني يا سامي يا رجال بيرجع بعد 100,000 بيرجع لك ايه ايه اذا 90,000 يا رجال في كسره من الحين بعد لا لا دقيقه اي صابر انت حاط نفسك بس هذه الكسره صح ايوه شباب من موتك ترى ما يخسر